نطير للمغرب علشان نشوف الفرحه ونكون معاكم في قلب الحدث، ولكن من المغرب مع الناقده الرياضيه الكبيره الاستاذه حنان الشفاع. تحياتي ليكي يا استاذه حنان. تحياتي ليك وتحياتي لكل الشعب المصري، وشكرا لكل مصري، شكرا لكل بيت وفرد مصري على الدعم على مساندة الأسود. تحية أطلسية من المغرب إلى كل مصر وكل إلى كل كل كل, كل بلدان وطننا العربي الواحد. أكيد أن المنتخب المغربي اليوم لعب بالقميص، ليس فقط قميص المنتخب قميص المغرب، ولكن قميص كل العرب، دافع عن الكرة العربية، والحمد لله حقق إنجاز تاريخي بوصوله كأول منتخب عربي إلى دور الربع. الأكيد كيف ما قلت زميلي حسام أنها ملحمة وملحمة تاريخية. كنا نطمح في البداية قبل انطلاق المونديال إلى تكرار إنجاز منتخب 86 مونديال مكسيكو الذي ظل صامدا وظل راسخا في الأذهان. فإذا بي وليد الركراكي الناخب الوطني المدرب الوطني المغربي الذي وضع في الجامعة أو اتحاد الكرة الثقة يكرر إنجاز منتخب 86 بل ويتعداه يصل إلى الربع، والأحلام ستكبر والطموح ستكبر. الأكيد أن شهية الأسود مفتوحة، وقال وليد الركراكي قبل الذهاب إلى قطر قال بالحرف أنه غير ذاهب للعب فقط 3 مباريات وإنما للدفاع عن الكرة المغربية. وللحمد لله المنتخب المغربي اليوم بملحمة تاريخية كروية بروح الوطن بحب الوطن بالتشجيع. أن الشعب الملك كذلك الجمهور كنا قلب واحد مع المنتخب، كنا كما يسميها دائما وليد الركراكي ويحب، وكنا بروح العائلة بقلب الواحد. وحدتنا وحدة هي وحدة الوطن، وحدة حب الوطن والانتماء لهذا الوطن الكبير الذي نفتخر به، ويترجم الأسود حبنا لهذا الوطن من خلال هذه المنحة. فوز المغرب النهاردة يا أستاذة حنان هو فوز لكل العرب، اوصف لنا أجواء الفرحة في المغرب كلها. أكيد فرحة عارمة في كل المغرب من طنجة إلى الجويرة وفي جميع عواصم الدول عبر أنحاء العالم. المغاربة المهاجرين الجالية المغربية في كل مكان أكيد أنها تحتفل، لأنه إنجاز لطالما انتظرناه طالما انتظرناه، وتحقق ولأول مرة مع مدرب مغربي مع الإطار الشاب وليد الركراكي الذي سجل اسمه بمداد من الفخر الأطلسي في الكرة في الكرة العالمية. فرحتنا كبيرة هنا في المغرب لأن المنتخب الوطني كيف ما قلت لك لم يكرر فقط إنجاز منتخب 86، إنجاز منتخب باتو الزاكي والسيمومي وعزيز بودربالة والعديد من الأسماء الذين تتذكرهم الذاكرة العربية جيدا، بل تخطى هذا الإنجاز وحطمه بالتأهل إلى دور الربع. وكيف ما قلت أن شهية الأسود مفتوحة اليوم كانت ملحمة كروية، انضباط تكتيكي عالي، قتالية، أن أغلبية اللاعبين مصابين، ومع هذا شفنا إصابة الظهير الأيمن أشرف حكيمي وكذلك العميد رومان سيف، ومع هذا الكل سمعت قبل قليل أن إعلامي مصري يقول أن كل لاعب مغربي كأنه في 11 لاعب. هل تغيير المدير الفني وحيد خالوزيتش قبل البطولة بوليد الركراكي، هل هناك قلق في الشعب المغربي ولا كان هناك ثقة قبل انطلاق المونديال؟ لا، كان اتفاق وكان إجماع من الشارع ومن الإعلام المغربي وبتصميم من الإعلام المغربي، الكل كان يطالب بإقالة ورحيل البوسني خالوزيتش، بالرغم أن النتائج كانت مع وحيد خالوزيتش، ولكن لم يكن الانسجام، لم يكن الانضباط، لم تكن القتالية في اللعب، لم تكن هذه الروح الحماس والتحفيز التي منحها وليد الركراكي للاعبين. خالوزيتش كان أبعد أسماء كبيرة اليوم برهنت على أنها تستحق حمل قميص الوطني، نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، حكيم زياش لاعب تشيلسي الانجليزي، وكذلك عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد جده. بالعكس الشارع الرياضي الكل كان اجتمع على وليد الركراكي على منح الفرصه. نعم، وليد الركراكي الفرصه للاطار المغربي، اما الحسين عموسه واما وليد الركراكي. وانا دائما اؤيد المدرب الوطني للمنتخبات الوطني. بعد قليل سيواجه منتخب البرتغال منتخب سويسرا، اي من المنتخبين يفضل ان يواجه المنتخب المغربي؟ سأستعير كلمة بالمغربية قالها نور الدين المرابط المحارب الآخر، أخ سفيان المرابط الذي كان محاربا اليوم في المباراة أمام إسبانيا،
القلب المغربي المنتخب اللي جاء بسم الله، بمعنى لا نخاف من المنتخبات، المنتخب الذي سنواجه بسم الله، لان كما قال الوليد الركراكي نحن نركز على انفسنا، نركز على اسلحتنا، نحاول ان نطور من 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 من, من المنتخب. واكيد ان اكبر هاجس واكبر عدو لارهاق المنتخب الوطني هو الاصابات، وشفنا ان اللاعبين بالرغم من الاصابات كانوا جنودا للوطن، كانوا جنودا للمغرب في هذا المباراه، سواء كان البرتغال او غيره. ولحسن الصدف كنا اصطدمنا باسبانيا في دور المجموعات في مونديال روسيا 2019، وكان التعادل كان هدف الطيري، وكذلك لعبنا امام منتخب البرتغال، وكان الانتصار لمنتخب البرتغال بواسطه كريستيانو رونالدو. اعتقد ان المنتخب الذي سنواجه سوف نركز على امكانيات الاسود، وسوف الوليد الركراكي يجهز عدته واسلحته من اجل الانتصار ومن اجل استمرار المغامره العربيه المونديال. هو كيف ما قلت زميلي حسين منذ البدايه، هو مونديال العرب، مونديال العرب العربيه، وابتسم للعرب، لم يبتسم للعرب بالحظ وانما بالمجهود، بالعمل الجماعي، بالتكتيك العالي، بالغيره، بحب الوطن. كانت البداية مع المنتخب السعودي الذي انتصر على منتخب الأرجنتين، وما أدراك ما الأرجنتين، بلوغان ميسي. المنتخب التونسي انتصر على منتخب فرنسا، واليوم المنتخب المغربي لم ينتصر فقط على المنتخب الإسباني، بل أطاحه من كأس العالم. والنهاردة هو انتصار يكتب للعرب. كل التوفيق نعم. للمنتخب المغربي في المباراة القادمة، وإن شاء الله المنتخب المغربي يصل إلى أبعد نقطة في المونديال. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وألف مليون مبروك من كل قلوب الشعب المصري وكل العرب للمنتخب المغربي. بنشكر الأستاذة الناقدة الرياضية الأستاذة حنان الشفاع. النهاردة فرحة للعرب كلها. النهاردة المغرب بيكتب تاريخ ويسطر تاريخ لأول مرة يكتب للعرب في مونديال كأس العالم. النهاردة لما بيكتب تاريخ ما بيجيش وليد الصدفة، لازم يكون في تخطيط، لازم في ناس بتحب بلدها. النهارده وانا واقف واحنا كنا بننتقد شخص او رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بعد خساره الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا، بعد ما نقل ملف المباراه للمغرب. النهارده بنقدم كل التحيه لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على اللي عمله لبلده المغرب. الوداد بطلا لدوري ابطال افريقيا. والنهاردة المغرب تفوز على أسبانيا، واحدة من المرشحة للفوز بكأس العالم وتصل إلى دور الثمانية. هي دي الناس وهي دي النماذج اللي احنا نحب كمصريين تكون موجودة في بلدنا. هي دي النماذج اللي تشرف بلدها. هي دي النماذج اللي بتقف جنب أنديتها وجنب منتخباتها وجنب بلادها. تحية لفوزي لقجع، تحية لكل القائمين على الاتحاد المغربي وكل الشعب المغربي. شوف النهارده التخطيط السليم لما يكون عندك مدرب وطني. النهارده وليد الركراكي، فاكرين بعد خساره الاهلي دوري ابطال افريقيا وكان في دوره مقامه تبع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ما كانش فيها ولا مدرب مصري، كان المدرب اللي موجود من مصر وقتها بيتسو موسيماني، وما كانش فيه ولا مدرب مصري. المدرب اللي كان موجود وليد الركراكي، اللي بيصل للمغرب النهاردة إلى دور الثمانية وبيكتب تاريخ مش للمغرب بس، للكل العرب. هو ده التخطيط وهو ده التنظيم، وهي دي الناس اللي تستحق تكون في مناصبها زي فوزي لقجع.